تجي لي الحفلة؟ ها؟ هذا ايش ضيعتي؟ لك طبعا تجي. اكو واحد يضيع حفلة مال كريسمس. انتوا والله ربكم. انتوا راح تروحون حفلة مال كريسمس بس انا ما اقدر اجي. ليش ما راح تجين؟ لأن أمهم وبابا بعدهم أولد فاشن. وكيف خلوني أروح حفلة مال كريسمس لوحدي؟ شنو شنو؟ يخافون علي ولازم يجون وياي. أهو هسه هذا أمك وأبوك أبد ما يتغيرون وبعدهم أولد وعطلهم شغلها. يا أنا صار لي سنتين بأمريكا يحط كريكا معي. هاي ايش بدك تحكي؟ نسيتي؟ احنا هسه بامريكا يا بابا يا ماما. سمعت ايش قال جيمي؟ وانت ايش بتقولي؟ يابا ما اقدر اجي للحفله. شنو يابا؟ لازم ابوي وامي يجون وياي. ليش؟ يخافون علي. طبعا لان هذول اهلك لي هسه عايشين بزمن الخوف. مخافتهم لي هسه يصلون 4 ورديات باليوم. انت لازم لك امك وابوك يسيطرون عليك. صار عمرك 19 سنه، تعرفين شنو 19 سنه؟ يعني تقدرين تعيشين بوحدك وانت صرتي صاحبه القرار. واحنا لازم نغير ونطور تفكير هذول الاطفال. على كل انها ما
طلعتم ويانا اليوم شو تقول؟ ليش لا؟ هذا فد شيء كلش حلو. على الاقل تحتفلون عيد ميلاد المخلص. عمو احنا يومين بحفله. كان عندنا العم المخلص وعندنا العم جبه. اصحوا يا نايمين لان الشيطان عماكم
وانتوا بعيدين عن الله. وقت الخلاص للحين، لكن انتوا مدى تحسون بي. وبعدين راح تصحون حيث البكاء وصريف الاسنان. اصحوا يا شباب. شنو قصدك؟ احنا نريد حريه، اريد اعيش بحريتي، امشي ويا اللي اريده، واسوي شي اللي اني اريده. وانتو تحللون شي وتحرمون شي. إذا كانت الحرية مثل ما تريدون أنتو، كان العالم صار عبارة عن غابة مليانة بالحيوانات المتوحشة. بس الله أعطى الإنسان عقل وخلاه يميز بين الخير والشر، بين الأشياء الجيدة والمضرة. وأنتو ما تعرفون تعيشون هيك حياة. وبدل هذه الاحتفال اللي تحتفلون به بعيد المخلص، تحتفلون بطريقه متوحشه، عربده، سكر، ورقيله. احتفلوا بدل هالشيء بطريقه الاباء والاجداد. الكنائس والتضرع والمذيح وعيش الله بحياتكم. اخرجوا هذا الشيطان من قلوبكم وشوفوا شلون الله راح يقبلكم بملكوته.